علق الفنان خالد الصاوي على أحداث مسبيرو عبر موقعه الإلكتروني، مؤكداً أن التراخي في أخذ حقوق الثوار والشهداء هو ما أدى بمصر إلى هذا الحال. وقال الصاوي في كلماته: لو كنا تشددنا عقب خلع مبارك في تسليم الحكم للمدنيين وتصفية قوة وثروة الطبقة الحاكمة الفاسدة وسرعة القصاص للشهداء ومحاسبة جميع رموز النظام القديم مع تطهير كافة المواقع منهم ووقد الفتنة في مهدها بحزم واستمعنا بعمق لشكاوي ومطالب جميع الفئات والقطاعات المظلومة لما وصلنا لهذا الوضع الخطير. وأضاف الصاوي أن رجال مبارك الآن أخطر من مبارك القديم، فإما سيقودون لفوضى عارمة أو لحرب أهلية أو لنظام أكثر قمعاً واستغلالاً وإفكاراً ورجعية. وأختتم كلماته قائلاً: المجد للشهداء، الحرية لمصر الثورة، والموت لأعداء الحرية. أنت عاوز الحرب ولا لا؟ لقد قررت أن أتنحى تماماً ونهائيا. انت شوعي؟ انا مصراوي. انتوا مصايب، انتوا بلاوي، بطل غلبة وجاوب دغري. انا غلباوي كده من صغري. كل الشوعيين امثالك، اخر غلبة وقلة ذوق. يحصل ايه لو تمشي في حالك؟ فاكر نفسك مين؟ مدفوع.